أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز أخبار الساعة في دقيقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران. ألمانيا تدعو لمحاسبة الأسد على جرائمه في سوريا وتصفه بالهمجي. باريس تستضيف مؤتمرا دوليا لمحاربة تمويل الإرهاب. هجمات تهز مدينة كويتا وقتلى من الشرطة الباكستانية. في الرياضة، النجم المصري محمد صلاح يحطم رقم كريستيانو رونالدو أمام روما. أما في الصحة، اكتشاف سبب جديد للصداع له علاقة بحساسية الإنسان من الروائح. وأخيراً، واتساب يحدد فئات عمرية لا يمكنها التراسل الفوري.